السلام <applause> عليكم وعليكم السلام ورحمة <تصفيق> الله شنو <applause> آه، أنا السيدة نعم فاطمة عندي مشكل مع نسيبي أنا بغي يمنعني من بنتي بغا يحرم عليا صلة الرحم بيني وبين بنتي ما واصله ما لحقاه ما واصله حتى حاجة أنا نتواجه مع أي واحد الناس كتكذب على الميت هما الحيرة مازال كيتواجه هذا السيد تعدى عليا عيطت لي بنتي في التليفون مشيت لعندها سيد راجل بنتي سيد راجل بنتي شنو عندك وحده هي والله سبحانه وتعالى هي اللي عندي هي عندي مشيت لعندها باش نشوفها داكشي كنهضر معاه على ولدها وداكشي ناض هو جا قال لي ما تجيش لعندي ما بغيتش نشوفك ما تجيش لعندي بالكل ما تجيش عندي انا ما حسيت انا ما كنهضرش معنا كنهضر مع بنتي ما حسيتش بيه جاب لي البونيه الوجه والعين دابا انا عين كتحرقني المهم هي هذيك ضرب بنتي خرجها دخلوا الناس جوج جيران وداكشي مع بنتي بدات كتغوت وداكشي هز كاس ضربني به ديك اللي تبرمت عليه بحال هكا كو كنقيت كون جاني هذا في, في جدرة الودن كون مات جا الثلاجة الثلاجة مبرقعة أنا هاد الإنسان بغيت نعرفو الله سبحانه وتعالى ما كيمنعش واحد صلة الرحيم ديال الولاد وهو بغي منعمني وعندي البنت الوحيدة اللي كان كساب وانا بزاف ديال الحوايج جار ليا بزاف ديال الحوايج عاد مني خايب تيهضر تيتكلم لح ليا الزيف هذاك الخطره انا قالت حيدو ليا من 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 راسي في ضرب عزه بغي يقلبنا بالطوموبيل راه راس عمو خالو عبقادر عم لفرنسا اللي في فرنسا رجل عندي وتشكيت عليه قلت ليه راه بغي يقلبنا بالطوموبيل وعباد الله كلها كتصيد الدار ديك الخطره ثاني يعني جرني بالطوموبيل يلا دخلت انا للطوموبيل دخلت رجليا ودخلت الدراري صغيوه دخلت رجل ورجل باقا وحاطه في وزاد وعباد الله كتغوت وقال لك ما شافنيش لا يعقل واحد الانسان صيق وغير يشوف الباب اللوراني باقي ما تسدش تيقول لك انا ما شتكش هاد الانسان تيديرها لي بالعاني هاد الانسان انا بغيت نعرف اش جر عطيتو ماده لي مهلي في وليداتو مرتو البنيات بجوج تزادو عدي كسيتهم انا اللي نفستها انا اللي ديت ب... ب... بعائلتو جات عندنا مرت خالو وخالو انا كنشكرهم من, من هاد المنبر هادوك الناس هادوك الناس تاج فوق وجاو وشافو كيفاش كيفاش المعامله كاينه كيفاش كيعاملني أنا اللي مهليفو فبنتي بنتي ومهاليا فوق وليداتي وكنقول وليداتي وبنتي وتا هو كنحسبو ولدي ولكن لا، هو تكرفص عليا، واش بغى يبغى يشرب دمي أنا راه مرا ضعيفة، أنا ما عمر المرأة كتهز الراجل، راه اللحية اللي كتهز الحية أما المرا لا، أنا عاملتو أكثر من ولدي، عطيتو مدتلي ليه عامين وعدي في ضرب وعزة، ما يصير ما ما نهار اللي في مرته ما يعطيها ما حتى شي حاجه ولحد الان بنتي مكرفسه معاه دائما بنتي. مضروبه ها ما بنتي دائما كتقول لي ماما انا غدا نخرج أنا نقلب على الخدمه شدي لي وليداتي ونخرج نقلب على الخدمه راه ما كيكسيني ما كيصبطني كنقول لها انا بلا ما تجي عندي بنتي انا عندي البيت ما عندك فين تكون تجي ضلي كولي وشربي مرحبا بك مزوزه على الكتف ومعوده على الآخر وبقي في محالك القانون قرحك لحمك راه كاين القانون خوتي ملي كنتشكى عليهم تيقول لك خوتي راه على وجه هذوك الوليدات هو استغل ديك النقطه ديال الضعف ديال الوليدات ولكن دابا دا انا كنطالب بحقي انا ما نسمحش ليه ديك النهار هرس لي رجلي ديك الخطره بغا يقلبنا ديك الخطره حيد لي الزيف من فوق راسي هاد هاد الخطره ضربني خطره اخرى علم الله اشنو غادي يدير انا كنطالب بالقانون وتنهضر خوتي مضغطين عليا ما كيغنوش نظر ولكن انا في واحد الحاجه نفسيه كيعلم بي الله انا كنهضر وبغيت العالم كله يسمعني والعالم كله يفهمني اللي عدو يوم عدو شي نسيبه يتهلا فيها لان نسيبه في عود الام ولكن هذا السيد طغى وطغى واحد الطغيان اللي كيعلم بيه الله سبحانه وتعالى بغى ونبح وانا بحوايج داني ديك النهار البنكه خلاني وزاد قالك لك بغا يدير باش يجي يدك الفليسات وبجهد الله الكريم ورضات الوالدين ما عمرني شي واحد قاسي ولا مسني. انا هاد الانسان انا بغيت نعرف اش بغى، انا كنطلب بالعداله وبالقانون حقي. درت شكايه ودرت درت درت شهاده طبيه ها هي عندي فيها 21 يوم عندي فيها 21 يوم. انا ضربني العين ها هي العين هاي. مشكل ها هي العين راه كانت كلها زرقاء. هو هذا الانسان انا كنطالب بحقي وكنطلب العالم كله يسمعني واللي عنده شي ام واللي عنده شي نسيبه عنده شي نسيبه يتصلى فيها لان نسيبه في عود الام وهذا هو انا أه كنطالب أه بحقي طالب رقم التليفون ديالي صفر سبعة ستة وستين ستة وثلاثين ثلاثة وربعين اثنين وربعين صفر سبعة ستة وستين ثلاثة ستة وثلاثين، ثلاثة وربعين اثنين وربعين